المئات من الجماهير من بينهم رئيس معسكر كورمال النازحين بولاية شمال دارفور وغادة المجتمع ومجموعات المرأة والشباب وكذلك موظفي بعثة اليونانيت قد حضروا ختام الاحتفال الذي اشتمل على الكرنفال الثقافي والحفل الموسيقي والرقصات الشعبية التي قدمتها مختلف القبائل التي تعيش في المعسكر. منافسات كرة القدم وكرة اليد للشباب والفتيات على التوالي أيضا قد أجريت، وقام قسم الإعلام والاتصالات بتوزيع الجوائز والميداليات للفرق الفائزة إلى جانب المواد التثقيفية التي تعمل على تعزيز السلام وولاية البعثة قد تم توزيعها بصورة واسعة وسط الحضور.